الإسلام في شمال إفريقيا، والجزائر هي قلبه دائما، مع تاريخه مرة يضعف ومرة يقوى، ولكنه محتفل دائما بسلطانه على الموهوم. ومن آثار ذلك السلطان القاهر ما رواه من آثار العقول في ازدهار العلوم والآداب وكثرة التآليف وظهور النوادر فيهما، خصوصا فيما قبل الألف، وما رواه من آثار الأيدي المسلة في المساجد والمدارس والحصون والقصور. بينما كان